القديسة رفقة طلبت الألم لتعيش القيامة. القديسة رفقة عاشت حياة مسيحية ورهبانية مثالية. أحست بفترة من الفترات أنه هي حاصلة على كل الصحة وكل النعم. تطلب بعيد الوردية 1885 من يسوع بعد ما صلت قدام الأربين، بتقول له ليش أنت نسيني؟ ليه ما بتعطيني مرض؟ ما بتعطيني وجع حتى أحمل هالصليب معك وشاركك بألامك وأوجاعك؟ أنا بدي أحبك كتير، وهالمحبة هي حتى قول للكل أنه محبتك بتأدي إلى الخلاص، بتأدي للقيامة. يسوع استجاب صلاة رفقة بذات الليلة، وجعوا عينيها تحكمت كتير، هي أبداً ما كانت تطلب أنها تتحكم. رفقة حملت كتير ألام وأوجاع، صليبها ضل صليب الوجع والألم 29 سنة. رفقة أحد الأطباء بدون قصده بروح لعينة اليمين، بترجع عينة شمال بينطفى النور منها. وكانت اجت مع 5 رهبات وأسسوا هالدار هون على اسم مار يوسف. هون بهالدار آخر 7 سنين من حياتها رفقة تكرسحي، تفكفكت مفاصلها عن بعضها، تخلعت، معت فيها تحرك إلا بس ما خلع إيديها من هون تشتغل فيهم، تشكر الله اللي ترك لهن حتى ما تقعد بلا شغل. رفقة كانت كتير موجوعة، كتير متألمة، ولكن بذات الوقت رفقة كانت كتير فرحانة، عندها فرح ما بينوصف. رفقة كان عندها سلب العظم، كان ينخر لعظامها نخر. الألام كلها اللي عاشتها عرفت رفقة أنه بدت هالألام توصلها للمسيح، توصلها للمجد وللقيامة. وهي بتعلمنا أنه نحن نحمل ألامنا مع ألام يسوع، لأنه هالكلمة اللي هي كانت ترددها مع ألامك يسوع، مع جرح كتفك يسوع، هالمثيلة اللي بتعطينا إياها رفقة أنه مثل ما هي تألمت ووصلت مع يسوع إلى المجد والقيامة، هيك نحن كمان بدنا نقتدي فيها، لأنه هي القدوة لنا بهالزمن حتى مع كمان نمجد يسوع ونوصل للفرح. لأنه رفقة عطول كانت فرحانة، عيشت الألم ولكن عيشته بفرح كتير كبير، لأنه كانت دايما متحدة مع المسيح. ميالك يا حملايا منك طلع قديسي. رفقة شاركت يسوع الألام وعرفت قيمة الوجع، وشاركت كتار من الناس ألامهم وكانت شفيعة لألهم تماما مثل هدى. ميالك يا حملايا. عندي مرة اسمها هدى بتشتغل عندي، مسلمية سنية هي بسوريا، عندها 3 أولاد. صار عندها نزيف بقيت شهرين. قلنا روحي عند الحكمة، روحي اعملي فحوصات، روحي هاي. رحت لعند الحكيم، عملت الفحص، قال لي في حدا يعني افهم منك، انت معك يعني ما بقدر اقول لك خبرك شو طلع معي بالفحص، بعتي لي حدا انه اشرح له انه شو معك بالفحص. قلت له حكيم انا جوزي يعني بالشغل وما في حدا، اعطيني نتيجه الفحص. اعطاني نتيجه الفحص، اجيت عند المدام منى سلام، جبت الفحوصات شفتهم انا بس قريتهم صرت ابكي وتاثرت كثير لانه ما انا كبيره بالعمر. قلت لها ليش شو في معي؟ قالت لي هلأ بقول لك شو في معكي، بس أنت بتآمني ولا لا؟ قلت لها لا بآمن، كتير بآمن. قالت لي أنا طالع جيب لك تراب من القديسة رفقة، بس بدك تاكلين بإيمان، إذا ما في إيمان مستحيل يعني أنه بتاكلين. قلت لها ماشي، جبت لها تراب من القديسة رفقة، أكلتهم بلهفة كتير قوي. لما أكلت التراب سقعت أنا، هي عم تفرك لي بالصورة كتافي، وكتافي كتير عم يحرقوني مثل السعة يعني بجسمي، هوا هوا كيف الصعب إلا ريسة كتير بردانة. أنا اطلبي لنا يا أختنا يا بنت أرضنا وأرزنا. رفقة ما قبلت إلا ما تزور هدى وتعلمها الصلاة وترافق دربها. قاعدين مقابل المزار مطرح ما أنا بصلي عندي بقوتي يعني، مطرح ما أنا بصلي صرت أقول لأختها زيحي زيحي. حسيت إنه في حدا بالبيت، زاحت هيك طلعت حدا عم يسحب الكرسي مطرح ما تصلي المدام. شفت الست اللي فاتت عم تصلي، يعني أنا عرفت أن القديسة رفقة، قلت بقلبي إنه لون الفستان بني محروق، أدمانه بني يعني يعطي أسود الفستان. شفت الكرسي من زاحة،
قاعدة هي راكعة هيك وعم بتصلي. قلت لها أنا خلص شفيتك قدي سرف عليه السلام. هل هدى شفيت؟ سؤال بينسأل، والجواب عند الطبيب، والفحوصات بتقول إن هدى بعدها بتعاني من مرض سرطان الدم اللي حول دم الأحمر إلى دم أبيض. وبالإضافة لهالشي هدى صارت تعاني من المرارة إلى جانب مرضها. لما قالوا لي مرارة قمت أنا خبرت عمي هونيك بالشام، قلت له أنا بدي روح أعمل العملية هونيك، لأنه هون قالوا لي الحكيم بتكلفك 4000 دولار. قلت له أنا ما فيني أدفع 4000 دولار، بدي روح على الشام. المهم دقيت لعمي حجز لي هونيك بالشام، رحت على المستشفى أخذت فحوصاتي، خوت الحكمة أنك بعدك ولد وبعدك صغيرة، مش معقول أنه معك السرطان وهيك. الفحوصات اللي انعملت بلبنان ما اعترفوا فيها الأطباء بالشام وطلبوا فحوصات جديدة. قام الحكيم عم يسحب مني دم، قال أوف دمك كتير أبيض، يعني رغوة ما في دم أحمر، رغوة بيضة ودم مش نظيف. والنتيجة بتقول هدى ما بتعاني من مرض السرطان أبدا، والمرضى المسيحية اللي جابت النتيجة ما عادت تعرف تبشر بالفرح. قالت له حكيم عجوبة، اسم الصليب دخيل اسمك يا سيدنا المسيح. صارت هي تصلي وتبكي، يعني هي على اللهفة هيك. قالت له عجوبة عجوبة. قال له شو عجوبة ما عجوبة؟ قالت له المدى ما بين مع سرطان، هذا فحصة هون ما في سرطان وهون هذا الفحص في سرطان. قال له لا بلك تغيرت نتيجة الفحص ونحن عم نعملها، تبدلت يعني أو شي، بدنا نعيد الفحص تاني وثالث ورابع. رجعوا عملوا لي فحص التاني كمان، الحكيم جمع الأطباء كلهم قال لهم عن جد أعجوبة، يعني هون المدام عندها سرطان، هون ما في سرطان وهون ما في سرطان، فحوصات اللي جايبتها معك كان مبين عندها سرطان، رغم أنه عم يسحب مني دم أبيض وما عم يطلع معي سرطان. يعني ثلاث فحوصات هدول طلعت سليمة النتيجة. جسم هدى سليم من مرض السرطان، ولكن مشكلة المرارة بعدها موجودة، وخوف هدى من العملية صار يزيد. ولكن هدى ما كانت لحالها. وج الصبح يعني حسيت انه الازاز شعشع ضو، لما طلع الضو هيك فكرت صار الصبح، يعني طلعت هيك انقزت. انا في ست قاعدة جنبي على التخت قالت لي ما تخافي انا مرافقتك. لما شفت لون الفستان انا انه الفستان اللي شفته قبل عند المدام، انه ظهرت بيت المدام شفتها هي نفس اللبس، بس الوج ما عم بقدر ميزه لانه وجه نور كله ضو، يعني المشفى مضوى يسمى الله عوجه أدمان مضوى. قالت لي ما تخافي من العملية أنا مرافقتك. رحت على العملية، أخذوني على العمليات هنيك وفت، ومع أنه صار كتير معي خوف وحتى قلبي وقف، يعني وقف العملية، حسيت الإيدة بعدها بإيدي هيك، أنا كامشة يعني بعد ما بنج كامشة بإيدي، وما تخافي أنا مرافقتك. يعني عملت العملية وكل شيء، رغم أنه علقولي دم وزادولي الدم وهيك، الحكمة يعني عم يندهلوا انه عمليتي كيف، انه انا ما معي دم، دمي كله ابيض، انه عمليتك تمت بخير. وعيت من العمليه ان هي بعدها كامشتني بايدي. ثاني نهار طلعوني من المستشفى، خوت الحكمة انه عمليتها انه ما في مريض بيضل عنا بالمستشفى، اما يضل جمعه. انا ثاني يوم عملت عمليتي. رجعت هدى على شغلة بلبنان على اساس كل شيء تمام. جيت لهون على لبنان، تاني يوم أنا صار معي كتير نزيف قوي، نزيف أنا شو بفكر عمليتي عم تنزف. أخذوني على المستشفى هون الحكمة وهيك، قالوا لي النزيف اللي أنا نزفته ما فيه، يعني إنه دم أبيض عجوبة، يعني كيف الدم الأحمر زاد عندي وكتير صار معي نزيف قوي، يعني المشفى خوته فكروا عمليتي عم تنزف. قام إجا حكيم عمل لي صورة وعمل لي اللازم بالمستشفى، قال لي أنت معك تليف ببيت الرحم، عندك ليفة 6 سنتي وفي 2 صغار جنبه، هدول ما بيصحوا إلا بعملية. سرطان بالدم، المرارة، وهلأ ليفة على بيت الرحم، والنزيف ما عم بيتوقف، وجسم هدى ما بيتحمل عملية بالوقت الحالي. قمت اجيت على البيت هون، انا تاني يوم تالت يوم كنت نايمة من 12 للوحدة ونص هون انا فيه، حسيت انه عم بعرق وشوبت وكتير شوب،
البيت فجأة انه ضو بقلب الأوضة، حسيت ضو ضو بالأوضة، طلعت هيك ما في ضو مضو، حسيت حدا كبسني هيك على صدري يعني مثل قال لي نامي. لما طلعت على الفستان، كان شتا من فستانة أنا، هيك طلعت هيك على الفستان، إيدي عم تهز، طلعت الفستان هو اللي شفته بالمشفى هنيك بالشام، والفستان اللي عند المدام الست هي ذاتها بعدها هي معي. قفيت هون يعني حدا، بس جسمي مبنج يعني لا بقدر حرك رجلي، دس جوزي ما بيوعى يعني، عم حرك جوزي انه تايوعى، او مرت خي جنبي بعيطلا صوتي ما بيطلع. لما عيطتله ما حدا سمعني، هون ضليت نايمة. قفيت هون حسيت حالي اني قفيت للساعة واحدة ونص، طلعت انه جسمي ما يعيت هون، انا ما في شي بايدي، كامشة ايدي هيك بس ما في شي بايدي. طلعت مرت خي جنبي هيك تيابي لهون ومعي نزيف، يعني أنا ما انتبهت إنه، فكرت حالي عرقانة، عملت هيك إنه وجهي دم وصدري كله دم تيابي، طلعت على صدري هيك حطيت دم، ما في عرق، كله دم من هون، معدتي كله دم، تيابي دم، طلعت عن جوزي تياب ودم ونايم. شو هالقصة اللي ما عم تخلص؟ ألم ونزيف وحرقة قلب وتوب ما عم يفارق هدى ولا لحظة. رحت لعند الحكيم، عمل لي صورة إيكو، مش حكيمي، حكيمي هون كان مسافر، عمل لي صورة إيكو هيك، هو ما بيعرف قصتي يعني، قال لي إيه شي طبيعي يصير معك كمية النزيف هاي لأنك أنت عاملة عملية الليفة. قلت له حكيم أنا ما عملت عملية ليفة. قال لي كيف مش عاملة عملية ليفة؟ معمولة عملية الليفة ومكواية وبشكل نظامي ونظيفة، عمليتك مثل التلج، بس عندك كمية نزيف شوي بدها تنزل شيء طبيعي من وراء العملية ما تفزعي. وبعد جماعة روحي عند الحكيم تبعك خليني نتأكد، هو اللي شاف الليفة بالأول. راحت لعنده قالت له بدي شوف الليفة وين صارت، عمل لها إيكو، قال لها ما في ليفة يا هدى، ما في شيء. راح اللياف، مين عملك العملية ومكوية ثلاث مطارح مطرح العملية يعني؟ خبرته الخبير دي الزرافة، قال لها أنا بدي روح إشارتي. رفقة هي التوب، هي النور، هي الشفاء، هي السلام، هي الحب. أنا مسلمة وسنية وآمنت، وبطلب من كل الناس اللي ما بيآمنوا بيآمنوا، لأنه الله لكل الناس مش لشخص واحد. رحت تقضي العمر فقراً، عن جد تعذبت كتير، بفضل القديسة رفقة أنا شفيت. رفقة اللي شاركتنا تصوير هالتقرير من خلال حضورها وبركتها وصلاتها وزخائرها اللي عم بتطوف لبنان لتزرع السلام والأمان. وطلبت بكل سخاء من خالق الكون إنشاء أن تشارك ابنه بحمل صليب الفداء، وكان لك ما تمنيت فغاب نور عينيك ليبقى نور المسيح شارقا من ناظريك. يا قديس رفقة، يوم هالجمعة العظيم، بهذا النهار اللي انت دبتي في الصليب وداب الصليب فيكي، اللي انت دبتي بالمصلوب وداب المصلوب فيكي، وصرتي قربان للآب السماوي، أعطينا هالنور انه نقدر نفهم أوجاعنا وآلامنا، نبعد عن خطايانا ونذبحهم على مذبح الرب، حتى هالفادي الإلهي يشرق علينا بنور قيامته ويعطينا الغفران والمصالحة والمحبة والسلام لعيالنا، لأرضنا، لمرضانا. عظامك المفككي صارت اليوم ينبوع حياة، تراب قبرك صار قيامي. نشكر الرب على هالنعمة الآن وإلى الأبد، آمين.